الآن ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت النائب بالبرلمان اللبناني عن كتلة التغييريين ملحم خلف. أهلا بك أستاذ ملحم، واسمح لي أن أدخل في صلب الموضوع مباشرة دون مقدمات. ألا يعرف هؤلاء الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية أن الشعب يتعذب، وأنه الاقتصاد في لحظة شديدة الحرج، وأن الوضع لم يعد يحتمل مناورات سياسية من هذا النوع؟ في الحقيقة يعني ما تفضلتم به هو الأمر الذي نناشد به، خاصة أن ما يعيشه الشعب اللبناني اليوم هو تراكم أزمات، أزمات وكأنها لعنة تلحق بنا أمام هذا الواقع المرير. قد يكون من المفيد أن نذهب إلى بعض التواضع وليس في تكابر في هذا التباعد السياسي. يظهر جليا أن في لبنان هناك الواقع السياسي مأزوم لدرجة أن إنتاج رئاسة الجمهورية أو إنتاج قيام المؤسسات قد أصبح بشيء ما من سابع المستحيلات أمام ما يمكن القول أنه اليوم يبدأ العمل، وكأننا اليوم نشهد ونفاجأ أن هناك ضرورة لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن سيادة النائب، يظل السؤال قائما الحقيقة، كيف يمارس هؤلاء هذه الطبقة من الساسة، كيف يمارسون ما يمارسونه من ألعاب سياسية ومناورات قديمة الحقيقة، يعني كانت تحدث منذ عقود وما زالت تحدث حتى الآن، وهم يعرفون خطورة الوضع يا أستاذ ملحم؟ أنا أشك أنهم يعرفون خطورة الوضع. إنهم لا يحسون بما يحسه الشعب اللبناني، إنهم فقط أبطال في تقاسم المناصب والحصص، إنهم أبطال في تقاسم السلطة، إنهم أبطال في قيام فقط ناد داخلي لا علاقة له بآمال ورجاء الناس. هذا ما نشهده اليوم، إن هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا كنواب في إنتاج وانتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن وليس لنا الحق ولا المسؤولية ولا الترف في أن نؤجل هذا الإنتاج وهذا الانتخاب. علينا أن نذهب فورا وأن نبقي على هذه الدورات المتتالية لإنتاج ولانتخاب رئيس جمهورية. ما الذي تتوقعه في جلسة أول الشهر يا سيدي؟ سيدي الكريم، المؤسف أن ما نتوقعه هو أزمة أخرى متتالية ومشهد مأساوي يعني يتكرر في المرة المقبلة، ما لم يقال أن هناك صفقات حول إتمام هذا الانتخاب. يعني ما نشهده هو دائما تحاصص ما، وكأننا ننتظر أن يكون هناك صفقة على حساب المناصب تأمينا لهذا التقاسم السلطة. تقاسم السلطة هو اليوم العنوان، فيما أنه ما يقال هو توافق، هو فيما أن الحقيقة هي تسوية وصفقة. سيادة النائب، أعرف أن ما سأطلبه منك صعب، لكن لو أن لديك جملة واحدة تشير إلى اتجاه الحل، يعني أخطرنا أرجوك. سيدي الكريم، المسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقنا أمام مأساة شعبنا لا يمكن أن نتوارى عنها أمام خطوة إلى الوراء تهدف إلى لقاء الآخرين في مربع يجمع الناس. هناك أمر يفرض علينا جميعا أن لا نكابر في هذا الموضوع، وأن نذهب إلى نقطة لقاء. يعني علينا جميعا أن نكون بنوع من التواضع، وهذا التواضع الذي يفرضه أو تفرضه المسؤولية الوطنية التاريخية علينا لإنتاج رئيس الجمهورية. شاكر جدا سيادة النائب، كل تمنياتنا الطيبة لأهلنا في لبنان. شكرا جزيلا لسيادة النائب ملحم خلف، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التغييريين.